رؤية طموحة تقدم بها مرشح المملكة العربية السعودية المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري أمام مندوبي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 164 عضو، مؤكدا فيها أن المنظمة تشهد حالة ركود وجمود، والإصلاح ليس خيارا بل ضرورة قصوى، وأن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلا، مما جعل رؤيته أكثر موضوعية وشفافية. في حال الوصول إلى المنصب هناك يعني الكثير من العمل لتحليل بعض التحديات الموجودة داخليا، تحليل يعني طرق التفاوض، حل المشاكل داخليا، ما هي التقارير التي ترفع بأي طريقة بأي شفافية. فالحقيقة هذه أمور كلها عميقة ودقيقة، أتطلع بقوة أنه نعمل يعني سكان أو تدقيق كبير جدا في أدق التفاصيل في المرحلة الأولى، نعرف ما هي الأسباب التي يعني وضعت المنظمة في هذا الموقف في هذا الوقت الحرج بهذه الحالة. فهذا طموح كبير ومهم جدا، وسيقود المنظمة إن شاء الله لتكون أكثر فعالية في المستقبل. مرشح المملكة لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية أفاد في لقائه بالصحافة الدولية اليوم بمقر المنظمة بجنيف أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن تكون على رأس أولويات المدير العام القادم، كما تضمنت رؤية مرشح المملكة الرغبة في الإصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يتبنى المؤتمر الوزاري القادم منهجية أكثر حيوية وفاعلية. هناك ملفات ساخنة تهم دول العالم في التجارة العالمية، منها الأسماك، منها الديجيتال إيكونومي أو الاقتصاد التجاري الرقمي. هذه ملفات مهمة جدا. الاقتصاد الرقمي التجاري اليوم يمثل جزء كبير من التجارة العالمية. الملف هذا لازم يكون على يعني أجندة المنظمة بشكل حاسم وسريع وقوي. المملكة أيضا لديها خبرة كبيرة جدا في هذا الموضوع، فسندرس أيضا الملفات الملحة الحالية وكيف يمكن التعامل معها ليكون هناك تقدم ملموس. يأتي ترشيح محمد التويجري امتدادا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستجعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة 20، حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية تعزز دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. رؤية طموحة وموضوعية تقدم بها مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، منظمة التجارة العالمية، جنيف.